الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. مشروع تعميم المعرفة يقدم المنشأة في سوق المنافسة الاحتكارية Firm in the Monopolistic Competition Market. أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة أحبتنا الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كانوا، وعلى بركة الله نبدأ. المنشأة في سوق المنافسة الاحتكارية. تعرف المنشأة كما عرفناها في مقاطع سابقة بأنها وحدة الإنتاج الأساسية التي تحول مدخلات الإنتاج إلى سلع تقوم ببيعها في السوق من أجل تحقيق الربح. وقد عرفنا في مقطع سابق كذلك الأمر ما يسمى هيكل السوق Market Structure، وبينا أنه يأتي على عدة أشكال تحكم كل واحد منها شروط معينة، وذكرنا بعضا من هذه الهياكل كالمنافسة التامة والاحتكار والمنافسة الاحتكارية التي الآن إن شاء الله سأشرحها. هذا الآن طيف التنافس أو المنافسة في البيع، في الشراء، في البيع. هنا احتكار في البيع، احتكار القلة في البيع. هنا احتكار الشراء، احتكار القلة في الشراء. وهنا المنافسة الاحتكارية في البيع والمنافسة التامة في البيع. فهنا طبعا درجة المنافسة هنا صفر، منخفضة هنا صفر، طبعا مقابلها هنا يعني صفر المنافسة، هنا منخفضة هنا صفر، هنا منخفضة هنا عالية وهنا مطلقة. سأقدم بإذن الله تعالى في هذا المقطع ما يسمى هيكل المنافسة الاحتكارية Monopolistic Competition. لنبدأ برواية خيالية. يمتلك السيد كريم مكتبا للمحاماة والاستشارات القانونية أو ما يسمى اللو فيرم، يقع في الحي التجاري من المدينة في بناية تتكون من 10 طوابق. يشغلها هذه البناية 50 مكتبا مختصا في مهنة المحاماة والاستشارات القانونية. أرجو التدقيق بما أقول. على الرغم من كثرة مستهلكي خدمة المحاماة والاستشارات القانونية وأن كل مكتب لديه عملاؤه، إلا أن مكتب السيد كريم مليء بالعملاء على مدار الساعة، مدار ساعات العمل الرسمي طبعا. عدد الموظفين فيه يفوق العدد الذي يعمل في أي مكتب من المكاتب الأخرى في البناية نفسها والمكاتب الأخرى خارج البناية القريبة والبعيدة. في ذات يوم سأل عبد الرحمن وهو صديق كريم، سأله: أراك تغادر مكتبك في ساعة متأخرة من كل يوم، وقليلا ما تأخذ إجازات للراحة، ومكتبك يغص بالعملاء والمراجعين طيلة ساعات اليوم، رغم أن البناية التي فيها مكتبك مليئة بالمنافسين، فما هو السر في عملك؟ طبعا هنا ما خطر على بال كريم بأنه قال في نفسه: مكتبي مميز بنوعية الخدمة التي يقدمها للزبائن. تفاجأ كريم بملاحظة عبد الرحمن الدقيقة وسؤاله المهم، لأنه كان مستغرقا في كثرة القضايا والملفات لعملائه، وفكر في الجواب قائلا: آه، لم أفكر قط بذلك، لكنك يا عبد الرحمن نبهتني إلى عملي وما أقوم به اتجاه عملائي، وأظن بأن السر يكمن في ثقتهم بي، وربما تعود هذه الثقة إلى عدة أسباب. أولا، حصلت على شهادة القانون من جامعة غاردينيا، وهي من الجامعات المرموقة والمشهورة في مجال القانون والحقوق. ثانيا، عملت مستشارا لبعض الشركات التجارية العاملة في الجزائر، واكتسبت خبرة لا مثيل لها في موضوع فض المنازعات التجارية. ثالثا، أصدق عملاء القول حول المواعيد ودقة الاستشارة المتعلقة بالحالة التي يطلبها مني أحدهم، وأعتني بأي قضية أتولى أمرها لأنني أدرسها بعناية فائقة، ولهذا السبب يحترمني رجال الأعمال وقلما يناقشني القضاء في المرافعات التي أقدمها. رابعا، نسبة نجاح القضايا التي الموكلة لي، هنا خطأ طبيعي أعتذر عنه، تزيد عن 98%. أعتذر عن هذا الخطأ، أرجو قبول اعتذاري. وخامسا، مكتبي نظيف ومرتب من الداخل بشكل مريح، ويرتدي العاملون فيه ملابس نظيف وأنيقة، وأصدقك القول إن قلت لك بأنني أدفع كلفة ملابسهم الأنيقة. سادسا،
أقوم بالدعاية عن مكتبي ونجاحاته في الصحف والمجلات المحلية والدولية. أخيراً، لا أحاول ابتزاز عملائي أو الطلب منهم حصة أكثر من المعقول مما قد أحصله لهم من حقوق. الآن هنا هذه الآن الرسمة التوضيحية تبين بأن هذه السيدة جالسة على الكرسي، لها منافسين هنا، لكن هي تقول أنا أميز الخدمة التي أقدمها وحصتي من السوق. لاحظوا حصتي من السوق، كل هذا القطاع الأخضر وحصة البقية، هذا الآن القطعة هذه الحمراء. نكمل. يعبر الحوار الذي دار بين الصديقين كريم وعبد الرحمن عن حالة مثالية لمنشأة تعمل في سوق يتبع هيكل المنافسة الاحتكارية، ما يعني بأن هناك شروطا معينة لا بد من توافرها كي نقول عن المنشأة بأنها تتبع هيكل المنافسة الاحتكارية. فما هي تلك الشروط؟ 1- وجود عدد كبير من البائعين المنتجين. في حالتنا طبعا هنا المنشأة هي مكتب القانوني. 2- السلع المنتجة متشابهة لكنها ليست بدائل تامة، close but not perfect substitute، مهم جدا. إذا كانت متشابهة وبدائل تامة فلن تعود هناك حاجة للحديث عن المنشأة في سوق المنافسة الاحتكارية. سنتكلم عن المنشأة في سوق المنافسة التامة، لكن هذه السلع متشابهة لكنها ليست بدائل تامة. 3- قيام المنتج أو البائع بتمييز سلعته عن سلعة منافسيه، ما يسمى product differentiation بشكل أو بآخر، وهو من أهم شروط وجود المنشأة في سوق المنافسة الاحتكارية. 4- قيام المنشأة بالدعاية والإعلان عن منتجها وتمييزه، advertisement. وأخيراً 5- قيام المنشأة بتطوير علاقات عامة قوية داخل السوق وتنظيم وترتيب عروض مستمرة للسلعة، promotion and merchandising. الآن تتصرف المنشأة التي تنضوي تحت هيكل المنافسة الاحتكاري وكأنها محتكر لجزء من سوق السلعة التي تشبه سلعا أخرى، ولهذا السبب يكون لكل منشأة من هذا النوع منحنى طلب خاص بها، وهو الـ average revenue يساوي الديمان، هنا متوسط الإيرادات يساوي منحنى الطلب على السلعة التي ينتجها أو تنتجها المنشأة العاملة في هيكل المنافسة الاحتكارية. طبعا هذا منحنى الطلب يكون سالب الميل ويقع في منطقة أعلى من منحنى المارجن ريفينيو اللي هو الإيراد الحدي. تعظم المنشأة العاملة تحت بنية المنافسة الاحتكارية أرباحها باتباع القاعدة الاقتصادية التي لا تخيب، وهي مارجن ريفينيو يساوي مارجن كوست، الإيرادات الحدية يجب أن تساوي التكاليف الحدية اللي هو شرط توازن منتج حيثما ذهبنا، حيثما مهما كان هيكل السوق الذي نتحدث عنه. لكن هنا مع الأخذ بعين الاعتبار بأن منحنى الطلب على السلعة سالب الميل ومنه تقرر المنشأة سعر البيع، سنبين ذلك بأمثلة بيانية. توضح النماذج الثلاث المبينة في الشكل أدنى، هذا الشكل أدنى، أن هناك 3 احتمالات أو حالات قد تواجه المنشأة العاملة في هذا السوق شبيهة بالحالات التي قد يواجهها المحتكر، وهي الحالة ألف، الحالة باء، الحالة جيم. الآن الحالة ألف، حيث تحقق المنشأة أرباح اقتصادية نتيجة لتمييزها سلعتها ومرونة الطلب السعري العالي. لاحظوا الآن، هذا الآن هو منحنى الطلب دي demand curve هذا، وهذا منحنى المارجن ريفينيو أو الإيراد الحدي. إلى التقاء المارجنال كوست حسب الشروط التي تعلمناها في المقاطع السابقة، وطبعا نظرية المنشأة بأن تقاطع منحنى الكلفة الحدية مع منحنى الإيراد الحدي مارجنال كوست كيرف مع مارجن ريفينيو كيرف بتقاطعه. والآن حددنا الكمية الواجب إنتاجها من قبل المنشأة حتى تعظم أرباحها. الآن لأن الكمية تم تحديدها، طب فما هو السعر؟ في سوق المنافسة التامة
تذهب المنشأة إلى أفقيا إلى هذا المقدار، لكن لأن منحنى الطلب ما سالب المايل ليس كما في هيكل سوق المنافسة التامة، فإن المنشأة تذهب عموديا إلى منحنى الطلب ثم أفقيا إلى حيث السعر. فهذا هو السعر الذي تقرره المنشأة إذا كانت تواجه هذه الحالة. وإضافة إلى ذلك، لأن هذه الكمية تكلف بالمتوسط، نقرأ كلفتها من متوسط التكاليف الكلية average total cost، هنا نذهب أفقيا، يعني بعد ما نصل إلى هذه النقطة نذهب أفقيا، وبالتالي بيكون متوسط الكلفة الكلية لكل وحدة من Q هاي ATC sub Q، ما يعني الآن الفرق بيكون السعر أعلى من متوسط الكلفة الكلية، وبالتالي هذه الآن المستطيل الأزرق هذا هو عبارة عن ربح اقتصادي تحقق هذه المنشأة إذا واجهت هذه الحالة. أما الحالة الثانية فهي باء، حيث تحقق المنشأة أرباح عادية نسميها نورمال، هنا economic profit أو أرباح اقتصادية، هنا أرباح عادية أو normal profit. الآن هنا عندما تساوت الآن التكاليف الحدية مع المارجن ريفينيو مع الإيرادات الحدية، أنتجت كمية السلعة هذه الكمية Q، فذهبت إلى منحنى الطلب. فتصادف الآن هذه الكمية أنها تلامس بالضبط منحنى الأفريج توتال كوست أو التكاليف متوسط التكاليف الكلية عند نقطة التماس، ما يعني الآن بأن السعر يساوي الآن سعر البيع يساوي متوسط التكاليف الكلية، أي بمعنى آخر أنها حققت أرباح فقط تغطي متوسط التكاليف الكلية بما فيها ما يسمى بالجهد الذي يضعه صاحب هذه المنشأة أو opportunity cost، وبالتالي هنا تبقى في السوق، هنا تبقى في السوق وتتوسع نتيجة لوجود أرباح، هنا تبقى في السوق لكنها لا تستطيع أن تتوسع إلا بمقدار ضئيل جدا، لأنه الآن الأرباح عادية ولا بالكاد يعني تغطي متوسط التكاليف الكلية. الحالة جيم الآن الأخيرة، حيث تحقق المنشأة خسائر صافية نتيجة لعدم تمكنها من تغطية long run average total cost. هنا بتلاحظوا لي هاي المارجن ريفينيو أو الإيراد الحدي والتكاليف الحدي مارجن كوست تقاطعوا، أنتجت المنشأة هذه الكمية، ذهبت إلى الديماند كيرف، فتقرر طبعا الديماند كيرف هنا المستهلكون لا يمكن أن يدفعوا أكثر مقابل هذه الكمية أكثر من هذا السعر، لكن كلفة Q هي نقرأها من Average Total Cost عند هذه النقطة، وبالتالي متوسط الكلفة الكلية ل Q أعلى بكثير من سعر Q Price at Marginal Cost طبعا هنا، وبالتالي هذه خسائر فادحة، ما يعني الآن بأن هذه المنشأة ستغلق بعد مدة قليلة بسيطة وتذهب من السوق. إذن هناك ثلاث حالات، الحالة الأولى هنا ربح اقتصادي، هنا ربح عالي، وهنا خسائر. شكرا لكم على حسن متابعتكم، إن شاء الله المقطع القادم بحول الله تعالى سيخصص للجزء قبل الأخير من نظرية المنشأة الجزء الرابع، المنشأة في سوق احتكار الشراء مونوبسوني. بعده إن شاء الله سنقدم أوليغوبسوني اللي هو احتكار الشراء لكن القلة. لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة والتعليق على المحتوى من أجل تحسين الأداء وتعميم المعرفة باللغة العربية لغة القرآن الجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى.